كيفكم جميعا؟ معكم عبد الله عبد الفتاح. هذا أول فيديو لي على هذه القناة، وإن شاء الله يعجبكم. هذه القناة حتكون عن supplementation ونوتريشن وتمرين لقدام بعدين إن شاء الله، وكل شيء يخصه بالرياضة بشكل عام. فاليوم حأحكي عن أول supplement هو الكرياتين. اخترت هذا السبلمنت لأنه الكرياتين هو أكتر شيء معمول عليه أبحاث أو عدد كتير كبير من الأشخاص، وهو أكتر شيء سيف، يعني فيه الكبير والصغير وحتى النسوان فيهم كلهم فيهم ياخدوا الكرياتين. هو مادة طبيعية موجودة بجسم الإنسان وموجودة عند الحيوان بالعضلات وموجودة كمان عند السمك. الكرياتين هو هيدي المي، لما نحن نشوي اللحمة بتبلش ينزل منها مي غير الدهن، في بقلب اللحمة مي، هيدي المي هي الكرياتين. الكرياتين هو نوع من الأحماض الأمينية بس، ولكن منه بروتين، يعني ما في بقلبه سعرات حرارية. البروتين شغل الكرياتين شغلته الأساسية أنه هو يحسن الأداء الرياضي عند اللاعبين، فلهيك هن بياخدوه كسبلمنت. والأشخاص العادية ما بحاجة أنه هي تاخد منه سبلمنت، اللي عم نحكي اللي ما بيعملوا رياضة، لأنه الكبد والكليوي بأنجوا منه 1 ل2 جرام باليوم، هن كافيين أنه يقضوا لنا النهار كلياته بدون ما نعوز شي من برا. هل احكي لكم هلا ليش نحن بناخد كرياتين وليش نحن بحاجته وكيف بيحسن الاداء الرياضي. مثل ما قلنا الكرياتين بيتخزن بقلب العضلات، فهو لما يفوت على قلب العضلة حيفوت معه شوية مي، يعني حيزيد حجم العضلة ورح يتحسن الاداء تبعها. كيف؟ لما نحن نتحرك لنعمل حي الله حركة بدنا نستعمل شيء اسمه ATP. ATP لما ينكسر بيعطينا وحدة انرجي بس بيتحول ل ADP ويبطل شغال، يعني يبطل انه بطل يعمل الحركة. فبيجي هون دور الكرياتين يلي اسمه بقلب العضلة بيصير اسمه كرياتين فوسفيت، بتروح حبة الفوسفيت بتروح على على ال ADP بتحول ل ATP بصير فيها تري فوسفيت، بترجع كمان بتصير شغالة. فلهيك هو بيعمل مثل بفر، يعني بيعطينا مثل قوة مفاجأة أو بتساعد العضلة دغري تكفي كذا ريبيتيشن زيادة بدون ما تتعب، غير الإنسان العادي اللي بيكونوا تكسروا كل الـ ATP بده مثلا شي 30 40 ثانية حتى يرجع يردن، هديك دغري بيردن لأنه موجود عنده كرياتين زايد بقلب جسمه. طيب شو حسنات الكرياتين؟ أول شغلة في شي اسمه بيعمل اسمه Improved Cells Signalation. العضلات لما يتكسروا في مثل خلايا بتطلع بقلب الجسم بتعطي أمر للهرمونات وللكبد أنه ينتج بروتين زيت حتى يروحوا محل الضرر اللي نحن عملناه بالنادي حتى يصلحوا حتى تكبر العضلة. الكرياتين بيزيد هذه العملية، بيزيدها لأنه مثل أنه كبر حجم العضلة وصار فيها مي زيادة فتكسرت أكتر، لأنه نحن كمان قوينا كتير بالتمرين. بيعمل شيء اسمه Raised Anabolic Hormones مثل IGF-1 مثل DHT. هدول اتنيتهم إذا عالوا رح يكبروا حجم العضلة، بس مشكلة DHT هو دايهيدرو تستوستيرون، أنه بيعمل شوية صلع عند الرجال بس، ولكن عم نحكي نحن هذا على فترة طويلة كتير كبيرة من الاستعمال، يعني على 5 سنين ما عمل شيء، يعني عم كان 20 جرام على التجربة عم نحكي اللي عملوه 20 جرام باليوم على مدة 5 سنين ما صار عنده هذا الصلع بس، ولكن في كتير من الناس هن عندهم اياها وراثيا حتسرع هذه العملية، بس اللي عنده ما عنده اياها بالعائلة ينسى الموضوع وما يفكر فيه ما حيصير معه شيء. مثل ما قلنا قبل increased cells hydration، لأنه حيزيد نسبة المي بقلب العضلات، ما أكتر من هيك رح تصير العضلة أكبر، رح تصير بالتمرين أحسن، رح يخف العطب يعني والريكفري حتكون أسرع، يعني ما حيتعور كتير، ما حتتعور من ورا التمرين كتير، والريكفري من بعد التمرين رح تكون أسرع لأنه فيها كل النوتريشن. قلنا قبل أنه حنزيد الـ Improved Cell Signalation، حتزيد كتير ضخ الدم على قلب العضلة رح يرجع لك كتير نوتريشن. وآخر شيء دراسات بينت بال 2017 بالتحديد انه رح تزيد القوة 8% وراح تزيد الاوزان اللي نحن بنشيلها 14% بعد 12 جمعة من الاستعمال، يعني اخذوا على 12 جمعة وعملوا التيست مرة ماكس مرة تانية وطلع عندهم هيدي الزيادة، يعني هيدي تعتبر كتير منيحة انه نحن ما اخذنا لا ستيرويد ولا اخذنا شيء،
بس مكمل غذائي واحد طبيعي صحي عمل معنا هيك. هلا آخر شيء طريقة الاستعمال. للناس مثلا إنسان عم يحضر عنده بطولة مثلا جول باسكت، عنده سبرينت، عنده حي الله حتى في حتى ياخذها في بالماراثون، في ياخذها قبل مثلا بيعرف عنده بطولة بعد 10 أيام، في بلش ياخذ 20 ملغرام، 20 جرام باليوم لمدة جمعة، وبعدين بينزل 5 جرامات باليوم. وللناس اللي بدهم يستعملوه على وقت طويل مثل الناس اللي بتلعب حديد، فين ياخذوا 5 جرامات باليوم على وقت جدا طويل، يعني 5 6 سنين بدون ما يوقفوا. هلا من المشاكل اللي بيقول بنسمع كتير انه بيعبي جسم مي ولا اخره، هذا كله مو مزبوط، بيعبي مي بقلب العضلات، حياتي شكل احلى، حي مثل ما قلنا كل البنفيتس اللي قبل. وتاني غلطة بيعملوا انه بيعملوا ده سايكل اون اوف ومدري ايش مشان نطلعه من جسمنا ولا اخره، هو موجود بقلب جسمنا كيف بدنا نطلعه من جسمنا. والدراسات بينت انه على الاستعمال الطويل اللي احنا وقفناه جسمنا حيضل ينتج منه، يعني مش مثل الهرمون، اذا اخذنا هرمون جسمنا حيوقف، لا بالعكس حيضل ينتج الواحد 2 جرام طبيعي وبكفي حياته طبيعي، يعني بدون ما هو بيحق انه في خلص فيك توقفه وانتهى الموضوع. وفي كمان فين يستعملوه الناس الكبار بالسن، لانه الكرياتين بيمنع تكسير العضلات، وتكسير العضلات هذا بيجي عند الناس الكبيرة بالسن بسبب العمر، فإذا بياخدوا كرياتين ممكن يخففوا من تكسير العضلات، بس ما بياخدوا 5 جرامات ما في داعي، بياخدوا 3 جرامات بتكفيهم، بتحافظ من شوية على الكتلة اللي عندهم إياها وما بتصغر. وكمان عنده استعمال ميديكال بسيط، يعني هو قلنا إنه 95% بقلب العضلات 5% بقلب البرين، فهو بيساعد على الجلطات الدماغية وبيساعد على أمراض مثل الباركنسون على تأخيره، مش على شفاء، على تأخيره، وبيخفف من حدة الإبيليبسي كمان، إذا كان مثلا مريض عنده إبيليبسي وأخذ كرياتين رح يخفف من حدته، بس ولكن مش للشفاء، للوقاية منها أو الآخر. إجمالا يعني ما في حكي أكتر من هيك حكى عنه، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، والمفروض تكون المعلومات واضحة. وإن شاء الله بدي منكم شغلة إنه تطلبوا مني شو بدي أعمل الفيديو الجاي حتى أقدر أساعدكم، وفصلوا مثل ما هذا، وكله طبعا بالعربي، وراح أجرب لاقي مقالات مثل ما برمت عن هذا برم على، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.